السؤال الأول في هذه الحلقة قادم من روسيا. يقول السائل الكريم: أحد إخواننا أراد أن ينشئ مشروع حمامات بخار في منطقة أغلب سكانها من النصارى، ومن عادتهم زيارة حمامات البخار مع اصطحاب الخمور وشربها، وقد تقترن بهذا أيضا بعض المناكل الأخرى كلحم الخنزير وعلاقات غير شرعية بين الجنسين. هل يوجد إنشاء هذا المشروع في هذه المنطقة؟ الجواب عن هذا: لا نحب له ولا ننصح له بإنشاء هذا المشروع في هذه المنطقة التي تسود فيها المناكر ويجاهر أهلها بالفسوق عن أمر الله، ما دام هذا هو الغالب على رواد هذه المنطقة. وأرض الله يا عبد الله واسعة، وفي الحلال غنية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل لا ينبغي للمرأة المسلمة عموما إن أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه أن تذهب إلى مثل هذه الحمامات العامة. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليل الزوجة. وروى الترمذي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على أمنا عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. طبعا إذا وضع ثيابها في ريبة، أما في غير ريبة فلا حرج، كأن تكون عند زيارات لبعض محارمها ونحوه. أما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت واقتضت الضرورة أو الحاجة الظاهرة الذهاب إلى هذه الحمامات، فلا حرج مع التحفظ والاستتار. شيخ الإسلام يقول: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال، مع غض البصر وحفظ الفرج، مثل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام.